ولا يهل ولا طعام المسكين فويل للمصلين فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وأرسل عليهم طيرا أبابيل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالهن المنفوش يومئذ يزدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ثم كلا سوف تعلمون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بربهم من كل أمر وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالهن المنفوش إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في اللقب سيصلى